بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هكمل معاكم شرح برنامج أوتوكاد 2024، والنهاردة هتكلم عن البي دي اف في البرنامج. أنا هاجي عند الشريط اللي فوق هنا ده المنيو بار، وأدوس على انزرت كده، وأنا عايزة أعمل بي دي اف امبورت. شايفين أنا عندي هنا بي دي اف امبورت. طيب أعمل بي دي اف امبورت إزاي؟ لازم أكون مخرجة الرسمة بتاعتي من الأوتوكاد، اعملها بي دي اف وارجعها تاني. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ بروح على فايل وبعدين اقول له بلوت، وبعدين هنا اختار من النيم، هنا هاجي اختار دي دبليو جي 2 بي دي اف اللي هي دي، وادوس عليها بالشكل ده كده، واجي عندي هنا في دروينج اورينتيشن في بورتري وفي لاندسكيب، اي حاجه انتوا عايزينها انا هعمله لاندسكيب بالشكل ده كده، واختار البيبر سايز هخليها A4، واجي اقول له من هنا ويندو واختار الرسمه بتاعتي. انا عايزه مسقط الافق كده، اعمل له بي دي اف تمام، واجي اقول له اوكي تمام، واجي احطه في المكان اللي انا عايزاه هنا على المكان ده، وبعدين اقول له سيف. هنا شايفين الفايل اوف تايب بي دي اف، هاجي اقول له سيف، هو بيحمله لي بي دي اف اهو. هدي المسقط الافقي عندي بي دي اف. طيب انا عايزه ارجعه تاني الاوتوكاد، اديته لحد ويعدل عليه وبيرجعه لي، اعمل ايه بقى؟ اعمل امبورت بي دي اف. في الحاله دي هاجي افتح فايل جديد بالشكل ده كده، وبعدين اقول له بي دي اف امبورت، هدوس عليها واختار الفايل اللي انا لسه عاملاه، هو ده اللي انا عايزه اعمله. ادي الفايل عندي اهو، واجي اقول له اوبن. هنا بقى بيديني اعدادات البي دي اف، هنا اسم الفايل وده البروفيو بتاعنا للفايل، هي صفحه واحده بيج 1 تمام توتال 1، وعندي هنا السكيل 1 والروتيشن، ممكن ان انا اعمل له روتيشن. بي دي اف داتا تو امبورت، الداتا اللي انا عايزه انزلها مع الفايل. اليوز بي دي اف لايرز طبعا دي مهمه، فاكتور جيومتري، سوليد فايلز، كل الحاجات دي مهمه. لو انا عندي بقى ايمج بعمل راستر ايمج، وهاجي في الاخر اقول له اوكي. يبقى انا هسيبها زي ما هي لان دول الحاجات المهمه، واجي اقول له اوكي بيحمله لي. ادي حمل لي الفايل، رجعه لي تاني بالشكل ده كده. لو رجعنا للهوم هنلاقي اللايرز كلها موجوده، كل حاجه موجوده زي الفايل الاصلي بالظبط. يبقى اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نعمل امبورت بي دي اف في برنامج الاوتوكاد. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.